السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم ميس سالمة كي جي 2. النهاردة إن شاء الله هنكمل باقي الأرقام الإنجليش. أوكي، بس أنا كنت حابة الأول إن احنا نراجع على الأرقام اللي قبل كده علشان مش عايزين ننسى خالص، وعايزاكم طول ما انتوا قاعدين في البيت تفضلوا تكرروا كتير قوي الأرقام والكلمات، لأن الإنجليزي مش عايزين ننساه. يلا نبدأ مع بعض. 1 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. دي الأرقام اللي احنا كنا أخدناها قبل كده، هنقول تاني، أنا عايزاكم تقولوا ورايا. 1 O N E 1 O N E 2 T W O T W O 3 3 T H R double E T H R double E 4 4 F O U R F O U R 5 5 F I V E Sex Sex S I X S I X 7 7 S E V E N S E V E N 8 8 E I G H T E I G H T 9 N I N E N I N E 10 T E N 10 T E N 11 11 E L E V E N E L E V E N 12 12 T W E L V E T W E L V E 13 13 T H I R T H I R T double E N T H I R T double E N 14 14 F O U R F O U R T double E N F O U R T double E N 15 15 F I F T double E N F I F T double E N 16 S I X T double E N 16 S I X T double E N 17 17 S E V E N S E V E N T T double E N S E V E N T double E N 18 18 E I G H E I G H T double E N 18. دي كانت الأرقام اللي احنا أخدناها قبل كده. الأرقام الجديدة اللي عندي اللي هاخدها النهاردة الحصة الأساسية عندي 19 19. يلا ورايا 19، أنا عايزة كله يردد ورايا 19 19 N I N E N I N E. واتفقنا إن التين معانا في معظم الأرقام T double E N، وقلنا الدبل يعني تكرار الحرف مرتين. 19 19 N I N E T double E N 19 N I N E T T double E N 19 20 20 T W T W E N T Y 20 T W E N T Y كمان مرة 19 19 N I N E T double E N 19 20 20 T W E N T Y T W E N T Y. دلوقتي هناخد تمرين count. يلا بينا نعد مع بعض. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. قلنا التن بنكتبها ازاي؟
T-E-N. T-E-N. Ten. T-E-N. هنعد تاني. One, two, three, four, five, six. Six. S-I-X. S-I-X. يلا نعد تاني. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, 11, 12. T-W-E-L-V-E. 12. T-W-E-L-V-E. 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20. 20 قلنا نكتبها ازاي؟ T W E N T Y. 20. T W E N T Y. T W E N T Y. الهومورك عندي بيج 40 ل 44. 40 ل 44. عايزين كلنا نذاكر في البيت. احنا لسه ما وقفناش خالص, احنا مكملين معاكم, واللي عايز يسأل على اي حاجة احنا معاكم. ممكن تبعتولنا, ممكن تعملوا الواجب وكمان نصححه عن طريق جروبات الواتس, واحنا معاكم في اي وقت انتم محتاجيننا فيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.